أولاً كان الخبر بالنسبة لي مفاجأة. أشكر جزيل الشكر المنظمين على هذه الالتفاتة الكريمة. أنا سعيد جداً بهذا التكريم لأنه أتى في مرحلة من عمري مهمة وفي تجربتي كذلك. كنتمنى أنه غادي يكون حافز ويكون عنصر أساسي في استمرار عملي وفي إعطاء عملي في المستقبل قوة أخرى وطبع آخر. وهذه قصة طويلة، هذه قصة عمر. في بعض الكلمات من الصعب أن الإنسان يسترجع أشياء كثيرة ومشبكة. ارتباطي بالميدان الفني كان ارتباط تلقائي منذ البداية، وهند الميول ميدان الصورة منذ البداية، وهذا الاهتمام حاضر. بطبيعة الحال مع الوقت بدأ يتطور حسب الظروف، حسب اللقاءات، حسب إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن. أول شيء يمكن استرجعه هو علاقتي مع الكتاب المدرسي، في شفت أول صور، وكذلك مع يعني الساعة فاش تعطت لي الفرصة أنني نشاهد الصور مع القاف الجدران القسم وأنا طفل صغير. بديت بطبيعة الحال بنقل الصور اللي كانت كتجيني لعندي واستمرت إلى اليوم. وفي الحقيقة اكتشفت، أنا ما عرفش واش اكتشفت، أنا باقي كنبحث على ذات هذا. محاولات يعني كتجدد وكتغير، هو دائما نوع من التساؤل، والتساؤل من خصوصية ديالو هو ما عندوش جواب، كيجيب تساؤل آخر. إذا ما يمكنليش نقول على أنني عرفت ذاتي من خلال كنبحث على ذاتي، ومادام أني كنبحث على ذاتي وداك كنشتغل صافي فاش نوجد الجواب النهائي والمطلق الشيء اللي كنقلب عليه، غادي نتوقف من العمل. يعني استمرار العمل هو استمرار في البحث عن هذا الشيء الخفي اللي صعب الوصول إليه. أنا كنوضع الأسود في مقاربة في علاقته مع البياض، لأن إذا شفتي في اللوحة المساحة البيضاء أكثر من المسافة السوداء، وما أعرف علاش التركيز كيوقع على السواد وماشي على البياض. أنا اللي كيهمني هو العلاقة ديال البياض مع السواد، يعني علاقتهم ما بين متناقضين، ما بين بياض مطلق وما بين سواد مطلق. هذه العلاقة هي اللي كتهمني، هذه الازدواجية. أولا واش العمل ديالي عنده ارتباط بالمفاهيم الصوفية ولا لا، هذا رأي الآخر. إلا أنا ما كنوضعش السؤال بهذا الصيغة هذه. هذا أنا كان العمل ديالي عمل تلقائي، ما كينطلقش من مشروع معين. النتيجة كتخلي المشاهد أنه يعطيه تأويل خاص به. أنا ما كنوضعش السؤال بعد الصغة هذه، يعني اللي كي يرضيني هو أن العمل ديالي يكون كيعطيني واحد الشعور من الطمئنان وبالراحة فقط. فعلا كاين في العمل ديالي واحد الشيء اللي يمكن نسموه التأمل، اللي يمكن فيه كذلك البساطة، في الفراغ، في
أشياء يمكن تخلي المشاهد أو المحلل أنه يربطه بأمور عندها علاقة مع الصوفية، ولكن أنا ما كنوضعش السؤال بهذا الصيغة هذه. السؤال كنطلب علاقة العمل بحالتي النفسية الوقت فاش كنكون كنقوم بهذا العمل فقط. أنا بكل صراحة ما عنديش شي اهتمام كبير بما يكتب وما يقال، بخصوص على العمل ديالي. يعني كيهمني هو أنني نقوم أشياء اللي كتسهمني، والنقد والتحليل والأمور اللي كتتبع العمل الفني كتبقى من اهتمام الآخرين، وكل واحد من حقه يعبر على رأيه، ولكن ما عنديش اهتمام خاص اش كيقولوا الناس، اش كيف كيحلوا، كيف كيفهموا، كيف كي يعني الشيء اللي كيجي ما بين من بعد العمل الفني او بجانب العمل الفني كيعطيش شي قيمه كبيره، رغم انني احترم النقد الجيد، النقد البناء، النقد بخصوص اللي كنبني على معرفه، على معرفه. هنا فيه النقد، فيه انواع النقد اللي كنعطي له قيمه هو اللي كيكون فعلا كينطلق من العمل الفني وكيرجعنا للعمل الفني ماشي على هامش. كاينه حركه فنيه جيده يعني مواكبه للتيارات العالميه، كاين جيل او ربما اجيال جايه ما كنقصح حتى شي حاجه مقارنه مع الشيء اللي كيوقع في أجواء في جهات أخرى. يعني كاين جيل مؤسس لحركة الشيعة في المغرب، جا جيل آخر أكد هالتجربة هذه، والآن كاين جيل آخر أو جوج أو ثلاثة ديال الأجيال اللي تبارك الله في الطليعة يعني مبدعين ومغامرين وفي هذا الميدان هذا بكل جرأة وكل يعني حاجة طبيعية. يعني المغرب يتقدم مجالات أخرى، وعلاش ما يتقدمش كذلك في ميدان الإبداع وفي ميدان الابتكار وفي ميدان الفن والثقافة؟ شيء طبيعي.